تقدم مستحق النادي الاهلي على فاركو 1-0 في الشوط الاول. شوط كانت الافضليه فيه والاستحواذ للنادي الاهلي في وسط الملعب دون خطوره حقيقيه على المرمى الا من بعض الهجمات القليله. زادت الهجمات الخطره على مرمى فاركو بدايه من الدقيقه 36 او 37، واسفرت عن هدف رائع لحسين الشحات من 1-2 او هات وخد مع وسام ابو علي. قدر حسين الشحات يستغلها ويحرز هدفا رائعا في مرمى شيكا، تفوق به النادي الاهلي وكان تقدم مستحق للنادي الاهلي على فاركو يا كابتن شريف في الشوط الاول. مظبوط، مبروك الشوط الاول. هدف الحقيقه زي ما انت قلت الاستحواذ، اصفر عن هدف ملعوب، تحرك جيد جدا من حسين الشحات، تعامل جيد جدا مع وسام، تنفيذ اكثر من رائع. وده اللي انا دايما بتكلم فيه وبطلبه من كل اللعيبه، ان كل لاعب يا ايمن في ظل كل 90 دقيقه تحرك وفكر واحد بس. صحيح. فامام عاشور، حسين الشحات، وده احنا اتفقنا الجبهات اللي هي ناحيه الشمال اللي بتسمح لكريم فؤاد، انت بتقول هيعمل ايه من الاطراف، هم الناس دي الاورجنايز للمكان ده، هم اصحاب المفاتيح بتاعه الناحيه الشمال. زي ما بتتكلم على خالد عبد الفتاح وطاهر، ازاي هيسمح طاهر لخالد عبد الفتاح بالوجود، يمكن اكرم توفيق هو المسيطر على الرؤيه والمسيطر على المشاهده والمسيطر على التحرك والتنفيذ وكل حاجه، وما زال الثقه الزائده عنده بتديله يوم عن يوم اكثر من اداء رائع. فالاستحواذ الجيد اللي احنا اتفقنا عليه اللي هيكون فيه اكثر من 65% كان الاهلي اعتقد يعني في الشوط الاول، عمل شكل للنادي الاهلي يؤهله للتنفيذ لاحراز اهداف. فبالتالي لازم تحافظ على الهدف ده بهدف تاني وتخلص المهمه ان شاء الله بالسلامه. صحيح. كابتن اسامه، تحرك هايل من حسين الشحات خصوصا في النص الثاني او الثلث الثاني من الشوط، وتفاهم وانسجام اكثر من رائع مع وسام ابو علي، اسفر عن هدف رائع لحسين الشحات تفوق بيه النادي الاهلي الشوط الاول. هو فعلا افضل ما في الشوط الاولاني هو الهدف، اتعمل كويس قوي بين وسام. شفنا بعد كده كمان تسديدك حلوه من وسام جت في الاين. مظبوط، بس يعني احلى لعبه، لا مش هنساها. احلى لعبه اتلعبت في الشوط اللي هي ال1 2 بين طاهر، بين وسام وحسين، وحسين حطها كويس قوي. المشكله ان الجبهات مش شغاله كويس، وبالذات الجبهه اليمين، يعني اللي فيها خالد وطاهر مفيش انتاجيه فيها، ما تحسش ان في كور فيها تركيز، لا كرات عرضيه خطر، لا تحركات مع بعض مظبوطه. اتكلمنا عليها قبل الماتش، قلنا بعضهم عن الماتشات واول مره يلعبوا مع بعض بقالهم فتره. ايا كان، هو السبب انه مش منسجمين، واضح مفيش حد. الى حد ما الجبهه الاخرى شغاله نسبيا، فيها حركه وحيويه من كريم وحسين، وفيها بعض الجمل اللي بتتعمل، صحيح ما بتكملش قوي، خدوا منها كذا كورنر، بس الهجمه يعني هي تطوير الهجمه عشان تتنقل زي ما بين طاهر وزي اللي حصلت بين وسام وحسين ما بتكملش. مظبوط. فالخطوره قليله شويه، لكن بصفه عامه النادي الاهلي هو اللي مسيطر، هم ليهم كره واحده اللي هي اتعملت، بس الحركه كتير من طاهر ناحيه اليمين، ولكن الانتاج ضعيف. ما هو الحركه كتير بس الانتاج مفيش انتاج، يعني الانتاج مش واضح. ايوه، يعني مفيش حاجه خطر، مفيش كوره متشاطه بشكل كويس، مفيش كوره عرضيه لحد، مفيش انتاجيه واضحه. يعني الحلول سريعه، الحلول هو مش الحل انك تفضل مسيطر. لا، مش هو مستر كولر، ما اعتقدش انه هيغير بين الشوطين. طيب. هيفضل مستمر على الشكل ده، ونتمنى ان احنا نقدر نجيب جون تاني ونخلص المباراه. كابتن عادل، المباراه لم تنتهي بعد، دايما طبعًا بنقولها بين طبعًا الشوطين. طبعًا. رايك في احداث الشوط الاول؟ يعني انا عايز ابدا من ورا، من عند كريم وخالد عبد الفتاح. احنا اتفقنا وقلنا على تغيير 6 لعيبه مره واحده في تيم في اول شوط، بيبقى في عدم اتزان شويه تكتيكي، ممكن ياخد وقت. بياخد وقت، وعلشان كده انت كمان انت متسيد المباراه، ولكن مش بالطريقه اللي هي توصلك انك انت كل شويه تبقى عند الجول. لعبه في وسط الملعب، عندك الاثنين محمد عبد المنعم ورامي ربيعه واقفين كويس، ولكن اكتر من مره يبقى في خطا. الخطا اللي رجله محمد عبد المنعم، لازم المباراه بتاعت لعبه واحده. الثلاثه في وسط الملعب، امام واكرم ومروان عطيه، يمكن اكتر واحد باين فيهم
أكرم توفيق، أكرم توفيق بالنسبة لمجهوده، إمام عاشور بالنسبة لأنه بس لازم يقلل من مسك الكرة كتير، لأنه في الأحر وفي الماتشات اللي هي متتالية ريح نفسك وخلي الكرة هيجهد. حسين الشحات وأسامة أبو علي وطار محمد طار، يمكن طار أنا يعني أنا أتمنى إن هو يراجع شوية في حتة الفكر في التحركات، إن هو عنده فكر ولعيب كويس وعنده مقاومات كويسة، لكن بيدخل نفسه جوه بدري، بيخلي يتمسك بدري، فلازم يطلع لبره ويشتغل لبره. حسين الشحات برضه بيمسك الكرة كتير، فلازم. أما وسام في حتة أنا شايف إن هو متحرك كويس قوي، يعني شوت يعتبر شوت جيد جدا. كابتن بلال، الشوط الثاني هل هنشوف تغيير في الفكر من فرقه فاركو ومديره الفني، ولا هيلعب بنفس الاسلوب؟ هو ما لعبش بنفس الاسلوب اللي لعبنا بيه الماتش الاولاني، بالعكس النهارده كان متحفظ شويه بعض الشيء، ما كانش بيهاجم زي الماتش الاولاني. الشوط الثاني هيعمل ايه فاركو بعد 1-0 النادي الاهلي الشوط الاول؟ بص كابتن ايمن، هو بيحاول يهاجم بس على استحياء، خد بالك زي ما انت زي ما اتفقنا انا قلت لك حتى قبل المباراه، ممكن هيبقى عنده شويه تحفظ في الحته الدفاعيه، هيبقى مثلا بيلعب بشكل فيه دفاعي اكتر، يعني انا عايز برضو يحافظ على من بدايه المباراه عنده نقطه في ايده فعايز يحافظ عليها، فبالتالي وكان بيحاول قدر الامكان يبقى متماسك في الحته الدفاعيه. الشوط الثاني بقى المهارات تغلبت، مهارات لعيبه النادي الاهلي تغلبت، مش هقول لك التاكتكس، لا هقول لك المهارات هي تغلبت كويس. لما المهارات بتاعت لعيبه النادي تواجدت، يعني بينت نقاط الضعف اللي موجوده عنده، فروق السرعات، فروق التمركز الخاطئ اللي موجود عنده، الواحد ضد واحد قليلين في الحته دي. الشوط الثاني ممكن يبتدي يغير الفلسفه بتاعته، خلاص ما هو انت بتتكلم في دوري عام، دوري عام يعني يا نقطه يا ثلاث نقط، فاهم؟ يا اما مغلوب خلاص ما عندكش، مش هتاخد حاجه، فممكن يغير من الاستراتيجي بتاعته، تمام؟ يغير، فبالتالي هيضطر ان هو يغير لعيبه، لان اللعيبه اللي موجوده على ارض الملعب ما تسعفوش ان هو يكمل او يروح لحته ان هو يتعادل او يسجل اهداف. هو راح بفرصه واحده في ال 45 دقيقه كلها، تمام؟ الكره اللي جت من جنب العارضه، لكنه عشان يبتدي كله باع هجومي لازم يغير من طريقه اللعب ويغير كمان من اللعيبه اللي موجوده. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتاكيد الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.